أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عندما طرحت هذه القضية التي أثارت حفيظة بعض الأشخاص، وهي قضية السرقات التي وقعت في كتب السيد الحيدر، خلي يكون معلوم أن هذه قضية مرتبطة بعلم ومنهج. خلينا نوضح القضية أساسا حتى الناس تفهم، يعني إحنا لما نقول سرقة شنو نقصد. الإنسان، أي إنسان إذا يألف كتاب راح يكتب معلوماته، راح يكتب تعبيراته، وراح يستخدم معلومات غيره، يستخدم الآيات القرآنية، يستخدم الروايات، يستخدم النصوص اللي موجودة عند غيره، يستخدم الشعر، أي كلام يستخدمه بالكتاب. محتوى أي كتاب مؤلف بغض النظر عن موضوعه، وكلامنا طبعا عن الحيدر الآن، ينقسم إلى أقسام. كلام نفس المؤلف، وهو الكلام الذي ينشئه المؤلف، هو يصوغه صياغة المؤلف. الثاني، الكلام الذي هو جاهز، مثل الرواية، مثل الآية القرآنية. هذه بقية الكلام الذي يكتبه مؤلف آخر في كتاب آخر. هذا المقدار ليس من صنع المؤلف، إنما هو من صنع مؤلف آخر في كتاب آخر. أنا الآن مثلا الحيدري ألفت كتاب الشفاعة، ألفت كتاب اللباب، زين. عندما أرجع إلى كتاب الميزان للسيد الطباطبائي وأخذ معلومة بكلمات الطباطبائي، ماذا علي أن أصنع؟ علي أن أقول أن هذه كلمات الطباطبائي. المقدار الذي يؤخذ من كتب أخرى ماذا يسمونه؟ في الجامعات يسمونه استلال، في منهج البحث العلمي يسمونه اقتباس. الاقتباس هو مصطلح في منهج البحث العلمي اللي ندرسه يعني يدرس بالجامعات، واحنا ندرسه بالحوزة. انا درسته بالحوزة اكثر من 5 سنوات. يسمى الاقتباس. ما معنى الاقتباس؟ ان تأخذ شيء او فكرة، لفظ او فكرة، من مكان اخر، مو من ذهنك، لا من مكان اخر، يعني من كتاب اخر مو كتابك. الاقتباس نوعين، اقتباس لفظي واقتباس معنوي. الاقتباس اللفظي تاخذ الكلام نفسه. معنى كون الكلام نفسه يعني هو نفس الكلام، انت ممكن تضيف كلمة، حرف، ممكن تحذف، هذا يسمونه اقتباس حرفي. حذفت كلمة، ضفت كلمة، هذا يسمونه اقتباس حرفي. الاقتباس المعنوي شنو؟ تاخذ الفكرة وتعيد صياغتها. بكلا الحالتين، سواء انت اقتبست اقتباس لفظي او اقتبست اقتباس معنوي، يجب هذا قانون، يجب ان تقول بان هذا الكلام اذا اقتبسته حرفيا، او هذه الفكرة اذا اقتبستها من شخص اخر، من صاحب فكرة، هي من فكرة زيد من الناس، فكرة السيد الطباطبائي. إذا نقلت من كتاب السيد الطباطبائي تكتب تفسير الميزان جزء الفلاني صفحة كذا. إذا أخذت الفكرة من تفسير الميزان ماذا تكتب؟ انظر تفسير الميزان كذا. طبعا من يرجع واحد تفسير الميزان ما راح يجد نفس الكلمات، لكن يلقى الفكرة، فكرة السيد الطباطبائي. المقدار المسموح به بالاقتباس مفتوح، لكن كل ما زاد الاقتباس يقلل على شخصية الكاتب، لأن أنت ممكن تجمع الكتب وتجمعها تجمعها وتربط بيناتها، فشي يصير الكتاب مجموعة كلمات مقاطع. الاقتباس يجب أن يوضع بين قوسين، نهاية القوسين تكتب إشارة رقم ويصير بالهامش اسم الكتاب اللي أخذت منه. إذا أخذت الفكرة كذلك نفس الكلام، لكن ما تحط قوسين بالفكرة، ما تحط قوسين، ما تحتاج. هل يجوز لشخص يؤلف كتاب أن
ينقل كلام غيره، نص كلام غيره. هسه هاي الفكرة خلوها ببالكم وركزوا عليها، أن ينقل نص كلام غيره دون أن يشير إلى مصدر هذا الكلام لا يجوز. للعلم لا شرعا يجوز، لأنه أنت توحي لهم بأن هذا كلامك شرعا، أنت تكذب ولكن بطريقة غير مباشرة. أنت تعرف أن قانون التأليف ما يكتب في كتابي المكتوب عليه اسمي هو كلامي أنا المؤلف، فإن لم أشر إلى كونه كلام غيري ماذا يعني ذلك؟ أنه كلامي. الآن أسمع بعض الأشخاص بعض التعليقات يقول والله هذا الكلام الذي يقوله هذا المعمم، حتى اسمي ما يذكره، هسه مو مشكلة ما تذكر اسمي زين، أجيب عنه. كيف أجيب عنه؟ كيف أجيب عنه؟ 300 مقطع مسروق، بعض المقاطع صفحة وصفحتين، شنو أجيب عنه؟ تعرف يعني شنو أجيب عنه؟ بمعنى أنه تم تداركه. كيف تم تداركه؟ يعني يجب أن تعاد كل هذه الكتب من جديد، وتعاد الإشارة إلى كل هذه المصادر، وهذا لا يعفي المؤلف من السرقة، خلي في بالك، هذا لا يعفي من السرقة أنه سرقه ولما اكتشف عاد، فحاول أن يحمي نفسه بهذه الطريقة. يعني الإنسان الذي ينقل كلام دون أن يشير إلى مصدره يسمى سارق، ولكن مشكلة سارق العلم أنه لا يحد، ولو كان سارق العلم يحد لحد الكثير من الناس. هذه الفكرة لا يرد عليها بكلمة أو كلمتين وما شابه ذلك، هذه الفكرة من الصعب تجاوزها. لذلك الآن منذ سنوات طبعا أنا أراجع بحوث طلبة الجامعات، طلبة الماجستير، طلبة الدكتوراه، نراجع ونعرف كم يسمح لطالب الجامعة أو طالب الدراسات العليا اللي هو الماجستير والدكتوراه كم يسمح له بالاستلال. الاستلال يعني شنو؟ يعني الاعتماد على المصادر، وترفض البحوث، البحوث ترفض وقد يقيد على يعني يطرد الطالب من الدراسة أساسا ويمنع من الإكمال. بسبب ماذا؟ بسبب ارتفاع نسبة الاستلال أو الاقتباس كما عبرت عنه اللي هو التعبير الصحيح في البحث. الآن تقول يوجد عندنا في الجامعات كثير من البحوث التي فيها مثل هذه القضية، هذا لا يغير من الحقيقة يا عزيزي. الجامعات العراقية، أنا أقولها وأنا مسؤول عنها، الجامعات العراقية الآن لا تستطيع الجامعات العراقية الآن أن تفتخر بنسبة عالية من البحوث التي تخرج بسببها طلاب الجامعات، سواء كان طلاب بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، لأنهم يعرفون بأن الكثير من هذه البحوث سربت، مررت بسبب العلاقات، وهذا الوضع الذي يعيشه البلد. ولهذا نقول لكل من يريد أن يدافع عن الحيدري، عليك أن تفهم معنى قضية الاقتباس قبل أن تدافع. الحيدري بمنظار منهج البحث العلمي والتحقيق سارق علمي